بسم الله الرحمن الرحيم. الطلاب الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ بحول الله شرح المحاضرة الرابعة من الفصل الثاني من مقرر ماث 153. في المحاضرة السابقة احنا كنا اتكلمنا على فاكت، على حقيقة، وهي لما بعمل عملية مالتيبليكيشن او ديفيجن، لما بعمل عملية ضرب او قسمة لعددين مختلفين في الإشارة، الريزلت نيجاتيف، بوزيتيف في نيجاتيف، نيجاتيف في بوزيتيف، بوزيتيف ديفايدد نيجاتيف، نيجاتيف ديفايدد بوزيتيف، الريزلت هتبقى نيجاتيف. طيب لما بعمل مالتيبليكيشن او ديفيجن لرقمين بيكونوا سيم ساين، نفس الاشاره، على طول وانا مغمض الناتج بوزيتيف، بوزيتيف في بوزيتيف، نيجاتيف في نيجاتيف، بوزيتيف اوفر بوزيتيف، نيجاتيف اوفر يعني divided negative، الناتج positive. طيب وانتهينا في عملية الباور. طب انا يا دكتور لو بعمل باور رقم negative باور، مبدئيا مبدئيا انا لما يكون عندي رقم n، رقم n، الرقم ده اما يكون رقم even، وعايزك تفتكر الكلام ده، الايفن اللي هي الارقام 0 و2 و4 و6 و8 وهكذا. وخلي بالك مش بس الصفر ومش بس الاثنين، ده الاثنين والنيجاتيف 2 والاربعه والنيجاتيف 4 والسته والنيجاتيف 6 والثمانيه والنيجاتيف 8. ايه ده، هو انا ممكن اقول رقم باور نيجاتيف رقم؟ فالايفن انا مش عايزك بس تقتصر كلمه ايفن على ان الارقام تكون 2 4، لا 2 او نيجاتيف 2، وهقول لك ليه. طب الجزء الثاني ان الارقام تكون اود، والارقام الاود انا عايز احفظها لك، اللي هي الواحد والثلاثه والخمسه والسبعه وهكذا، ومش بس كده ان سو اون، طبعا 7 9 ان سو اون، وكمان البوزيتيف والنيجاتيف 1 والبوزيتيف والنيجاتيف 3 وهكذا، بوزيتيف ونيجاتيف، الارقام اللي كاتبها دي كموجب او سالب. لو انا عندي، خلي بالك بقى، رقم، اي رقم، اي رقم نيجاتيف سالب 3 مثلا باور عدد ايفن، الناتج ايه؟ الناتج بوزيتيف. بوزيتيف كام؟ بوزيتيف 3 باور الرقم ده، يبقى على طول الناتج بوزيتيف. لو عندك رقم نيجاتيف اهو باور اود، الناتج هيبقى نيجاتيف مباشرة، مش محتاج. طب لو طب في حالة الرقم البوزيتيف، اصلا البوزيتيف باور اي رقم هو بوزيتيف، مش هيتغير، مش هيفرق معايا ده ايفن ولا اود. خلي بالك انا دايما السبيشال كيسز، الحالات الخاصة، لما يكون الرقم اللي انا برفعه الباور ده رقم سالب، لكن اي رقم موجب سواء باور رقم ايفن او رقم اود، الناتج على طول بوزيتيف. طيب تعالى كده ناخد امثله، تعالى ناخد امثله. نيجاتيف 2 اهو باور 2، النيجاتيف ده سالب صح؟ نيجاتيف 2 سالب. طيب ادام النيجاتيف باور 2 السالب تهمل كانها مش موجوده، دي كانها مش موجوده، 2 باور 2 ب 4، خلاص الناتج، الناتج موجب، الناتج موجب، خلاص الناتج بوزيتيف. طيب نيجاتيف 3 باور 2 سالب، خلاص تهمل، السالب تهمل، 3 باور 2 ب 9، خلاص. طيب لو انا سالتك نيجاتيف 4 باور نيجاتيف 2، طب لما يكون الباور فيها نيجاتيف، ببساطه خالص الباور لما يكون نيجاتيف فمعنى كده اللي انت بتجيب ريسوبريكال، مقلوب الرقم اللي قدامه، ركز معايا، الباور لما بيكون نيجاتيف فانت بتجيب مقلوب الرقم اللي قدامه. مقلوب الرقم اللي قدامه يعني ايه؟ يعني بدل ما هي سالب 4 تقول ان هي سالب 1 على 4، ده اللي اسمه الريسوبريكال، ده اللي اسمه المقلوب، واخد بالك؟ ويبقى الباور كما هو بس بالبوزيتيف بقى، خلي بالك. يبقى لما يكون الباور نيجاتيف، الله يرضى عليك، خد بالك من الملاحظه دي، لما يكون الباور نيجاتيف الرقم اللي تحتيه ده اللي انت عايز تجيب له الباور، انت بتجيب له الاول الريسوبريكال المقلوب،
الرقم ما بيتغيرش، يعني هو سالب بيفضل سالب، بس انت بتجيب له المقلوب يعني بتعمله 1 اوفر الرقم. طيب والاشاره بتاعت الباور بتتغير، هي نيجاتيف بتبقى بوزيتيف، خد بالك بس. وبعد كده كل اللي هتعمله هتقول النيجاتيف، خلاص النيجاتيف باور بوزيتيف هيبقى بوزيتيف خلاص، ما هو نيجاتيف ادام رقم سالب باور ايفن، السالب بيهمل، مش احنا قلنا كده ولا ايه؟ وهنا 1 على 4 بتبقى 1 على 16. ليه 1 على 16؟ لان ال 4 باور 2 ب 16. يلا انا هسيب السؤال ده للناس الممتازين، ها السوبر. طيب لو انا بقول نيجاتيف 1 نيجاتيف 1 باور 0، ها نيجاتيف 1 باور 0، اي رقم باور 0 بكام؟ اي رقم باور 0 بموجب 1، اصحى، اي رقم باور 0 بموجب 1، واضح؟ فنيجاتيف 1 باور 0 في بوزيتيف 1، نيجاتيف 100 باور 0 في بوزيتيف 1. فخلي بالك من دي. بإذن الله في المحاضرة القادمة هناخد أمثلة لما تكون الباورز أود. شكرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.